يقدم المداخلة والندوة. يعني بالنسبة للندوة هي تتحدث عن التصوف والحاجة إليه، يعني في العصر الراهن ماذا نريد من التصوف باعتباره رؤية للحياة وللكون وللإنسان. فهذه الرؤية خدمت السابقين، وهل تستطيع اليوم أن تقدم لنا خاصة على مستوى الجانب الروحي والأخلاقي قيما لمجتمعنا المعاصر الذي يحتاج إلى هذه القيم التي تستطيع أن تؤثر تأثيرا كبيرا في مجتمعنا وفي علاقاتنا وفي مستقبلنا عموما. بالنسبة للمداخلة التي قدمت هي تتعلق بالتصوف الطرقي في القيروان، والحصر الموضوع يتطلب ربما وقوف عند محطات كثيرة، محطات تاريخية كثيرة، ولكن الملاحظ أن هذا التصوف يعني الطرقي كان هو العروة الوثقى أو الأصل الذي قامت عليه العلاقات في المجتمع القيروان والمجتمع التونسي عموما، لأن التصوف في الحقيقة هو مؤسسة، ومؤسسة الزاوية التي هي لها علاقة وثيقة بفكرة التصوف أثرت تأثيرا بالغا في المجتمع على مستوى يعني التوحيد الرؤية في الفترات التي عرف فيها هذا المجتمع العديد من النكبات ومن الضغوطات ومن الصعوبات. فالتصوف الطرقي كان موقف الموالي للسلطة وأحيانا المعارض للسلطة، وكان كذلك يشكل الرأي العام يعني الذي تتزعمه بعض الزوايا، سواء كانت من الزوايا المتفقة أو الموالية للسلطة الحاكمة أو الزوايا المناوية أو المخالفة. فكانت تصرفاتها واندفاع الناس تحت لوائها أمرا يعني ملاحظا ومشهودا في فترات تاريخية عديدة، وهذا ما يحيلنا على أثر هذا الفكر الصوفي في المجتمع. يعني هناك بعض الطرق التي كانت مثلا في الفترة الاستعمارية تعد من الطرق التي قاومت الاستعمار ودعت إلى مقاومته، وهناك بعض الطرق القليلة التي ركنت إلى الاستعمار. كذلك في الفترة الحفصية وفي الفترة العثمانية نلاحظ أن هذه الزوايا وهذا التوجه في تنظيم المجتمع وفي التأثير فيه كان بالغا. وبالطبع كل حركة فكرية وكل حركة يعني يمكن أن نوجه إليها النقد للتصوف الطرقي يعني إيجابياته وللتصوف الطرقي سلبياته، وعلينا أن نستفيد من هذه التجارب وأن نكون في عصر الراهن نعرف ماذا نأخذ وماذا نترك. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.